حررت قوات مكافحة الإرهاب العراقية عددا من القرى التي كان يحتلها داعش جنوب غربي قضاء تل العفر. وقال قائد عمليات قادمون يا تل العفر الفريق عبد الأمير رشيد يار الله إن قوات مكافحة الإرهاب حررت قرى تل رحال وجبارة وحسين إدريس والملة والمجيد جنوب غربي تل العفر ورفعت العلم العراقي فيها.